أنا أسامة نبيل، عندي 50 سنة، متخرج من كلية ألسن قسم فرنساوي. بعد ما اتخرجت اشتغلت في حاجات كتيرة جدا في كذا مجال، عشان أنا بحب الحرية وما بحبش أبقى متقيد بمواعيد وكده، فاشتريت تاكسي وبشتغل عليه. بالنسبة للحرية اللي بيمتلكها الشخص اللي غير مرتبط دي، أنا بحبها جدا جدا. في حياتي العادية بعمل اللي أنا عايزه في أي وقت، دبت في دماغي أنزل بالعجلة دلوقتي بنزل، دبت في دماغي أنزل أشتغل دلوقتي بنزل، لو يوم مش عايز أنزل مش هنزل، مش متقيد بمواعيد إن أنا لازم أروح في ميعاد معين وأروح في ميعاد معين، فأنا لو مرتبط مش هقدر أعمل كل ده طبعا. اتفضلي. طبعا انا سمعت ان في دراسه بتقول ان العزوبيه بتزود الشيخوخه، طبعا بالنسبه لي انا في حياتي الشخصيه الكلام ده مش مظبوط خالص، لان انا لغايه دلوقتي رغم ان انا عندي 50 سنة انا مش مرتبط وما اتجوزتش، ومع ذلك حاسس ان انا لسه عندي 16 سنه وبمارس حياتي كويس جدا وطبيعي جدا وبمارس هواياتي كويس جدا. طبعا على راس هواياتي ان انا بركب العجله، اشتركت مع فرق كتير بتاعت عجل ونزلت رايدات كتيرة جدا، ومؤخرا بدأت أطلع سفريات. كان في تحدي اسمه تحدي الكلالة، طلعت فيه وقطعت فيه حوالي 100 كيلو بالعجلة، وسافرت اسماعيلية برضو المسافة كانت 125 كيلو، ومشترك في تحديات برضو دلوقتي في تحديات رمضانية، في تحدي 350 كيلو في 14 يوم عملت منهم لغاية دلوقتي 200 وحاجة، وقربت أخلصه يعني وربنا يسهل. في تحدي تاني برضو مشترك فيه، مين يعمل أكتر بدون عدد معين في الكيلومترات. فعلا بحس إن أنا لسه صغير ولسه الحمد لله يعني قادر أمارس هوايتي وقادر أعيش حياتي وقادر أجري مع الشباب وتجاري معاهم، ودي طبعا برضو من ضمن مميزات الحرية، إن أنا مش مرتبط ببيت ولا مرتبط بأطفال ولا مرتبط بكذا، فقادر أعيش حياتي بحرية جدا. يعني السعادة مش مرتبطة بأن أنا أكون متجوز خالص، لأنه أنا عايش سعيد جدا. أنا أعرف كذا حد أصدقاء برضو زي ممكن أكبر مني وبرضو مش مرتبطين، ولما بتقابل معهم طبعا بنبقى فاهمين سعادة بعضنا وفاهمين الحرية اللي احنا فيها، ويعني مشتركين في نفس الإحساس لأن احنا حرين ومفيش حاجة متحكمة فينا. فممكن يكون اللي بيجي على بالنا بنعمله، عايزين نخرج بنروح نخرج، عايزين نطلع بالعجل بنروح نطلع بالعجل، واللي مرتبطين يعني بنشوفهم بيبقوا باصص لنا بيحقدوا علينا يعني. وكتير ناس مرتبطه تقول لي انت مالك اوعى تتجوز. انا مع مقوله ان العمر مجرد رقم جدا. طبعا انا عايش مع ماما ودي ممكن تكون اكبر ميزه ان انا مش مرتبط او ما اتجوزتش، لان طبعا بحب ماما جدا وهي بتحبني جدا، طبعا بتعمل لي كل حاجه، طبعا مش محسن ان انا مش متجوز اصلا. فطبعا عدم الارتباط بيدي حريه كبيره ان الانسان يقدر يعمل كل حاجه هو عايزها بحريه تامه، وبيبقى شايف كل المرتبطين في ناس منهم كتير جدا نفسهم يعملوا اللي هو بيعمله بس مش قادرين يعملوا كده، فدي طبعا لوحدها برضو حاجة كبيرة جدا يعني. كل ده وانا انسان مش مرتبط وانسان مش متجوز، ففين الشيخوخة في كده؟ بالعكس ده انا حاسس ان انا طفل يعني، ده انا رجعت لورا مش كبرت ولا حاسس بشيخوخة ابدا خالص يعني.